كيبقى بالنسبه ليا فرحه كبيره. تتويج فريد من نوعه لانه جاي من الناس ديال الاعلام والصحافه. الصحافه هذا هو الدور ديالهم، يعني نقل الخبر، التحليل، الانتقاد، وضع الاسئله. اليوم هما فرحانين بالتتويجات، كنشكرهم بزاف صراحه، فكره رائعه. ولا دابا كانوا تهما في المستوى الكبير، دفعونا للعمل، دفعونا لاننا نفكروا اننا نبقاو في القمه. كتشوف جميع المنابر الوطنيه كلها فرحانه هنا، تتاكد ان الصحافه راه هي تتلتف وراء الانجاز، تتلتف وراء ما يفرح الجمهور المغربي او الشعب المغربي، ماشي يعني باش دير ديكلون ولا فروق ولا تنتقد من اجل انتقاد. فهما بالنسبه لي في مساري من الاول فاش بديت كانت النتائج ماشي كانت سيئه، ومع ذلك وكانهم كانوا عارفين فين غنوصل، وكانوا مؤمنين بـ 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 بالانجازات. وهاليوم هما فرحانين اكثر مني لانهم شجعوني في وقت العسره. فتنحمد الله ونشكره، وتنوعدهم كما تنوعدكم انتما راكم طرف منهم، اننا غادي نزيدو نجتهدوا باش نفرحوكم. فاجئوني هادو اساطير في كره القدم جاوا لتكريم رياضه الفوتسال. هذا شيء كبير وكبير بزاف. نفس ما يقال على الصحافه كتشوفهم، لان الناس تتفرح بالانجاز، تتفرح بشي حاجه بالعمل، وعارفه العمق ديالو، عارفوا انه هذوك اللاعبين اللي عارفين شنو هو تكوين فريق، شنو هو تلعب كاس العرب وتاخذها، ولا كاس افريقيا وتلعب كاس العالم. فانا تنشكرهم بزاف، ما كنتش عارف في الاول حتى جيت تفاجات بهم. هذا كله من فضل الله ديال سبحانه وتعالى. اختيار مدينه القنيطره لم ياتي عن طريق الصدفه. اولا كما يعرف الجميع، مدينه القنيطره هي مهد كره القدم داخل القاعه، وايضا مدينه القنيطره ارتبط اسمها بصانعي الفرجه، وصانعي الانتصارات، وصانعي البهجه، وصانعي تحولات تاريخيه في مسار كره القدم الوطني داخل القاعه. زملائنا في المكتب الجهوي للرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين بجهه الرباط سالوا القنيطره، هم من خلال تكريمهم لهشام دكيك والطاقم التقني، هم يكرمون اولا جميع مكونات كره القدم داخل القاعه. لا يجب ان ننسى اللاعبين لانهم الفاعلين الاساسيين، لا يجب ان ننسى الطاقم الاداري، الطاقم الطبي، ولا يجب ايضا ان ننسى الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. الجامعه لعبت دورا بارزا في تحفيز ومساندات وتشجيع هذا المنتخب الوطني، وايضا في ترسيخ هذه الثقه. ثقة في الإطار الوطني هشام دكيك الذي شرف مدينة القنيطرة وشرف الأطر الوطنية، وأعتقد بأنه الآن هو المدرب المحلي اللامع تاريخيا. وهشام دكيك هو نموذج يحتذى به بالنسبة للأطر الشابة، الأطر التي فضلت أن أو اختارت أن تلج إلى عالم التدريب. فهشام دكيك هو قدوة لهاد المدربين الشباب وهاد المدربين الصاعدين، لذلك فنحن سعداء بتنظيمنا لهذا الحفل التكريمي، ونتمنى له لهشام دكيك ولكرة القدم الوطني داخل القاعة مزيدا من التألق ومزيدا من الانتصارات. أنا شرف لي كبير نكون هنا في هذا ليفينمون، في هذا التكريم ديال هشام دكيك، حيت كيتسهل كل خير، دار بزاف بزاف مع المنتخب ديال الفوتسال. دابا الخدمه اللي دار من صافي دي زاني دابا، ويلا شفنا يعني لو سوكسي، و فرانشمون الى لو ميريت، و سي ان غران اونور بور موا دير parmi vous ce soir. Voilà, كنتمنوا كل خير لهشام والفرقه ديالو. صافي بليزير ا tous les marocains. ونتمنوا pour la prochaine coupe d'Afrique. هشام من صغرو كان ذكي، كان تيقرا مزيان، كان تيعرف كيفاش يوفق بين الدراسه والرياضه، كان تيعطي الوقت شويه للدراسه، وكان تيخرج للشارع وتيدير داك الموهبه ديالو ديال الكره، واستطاع يوفق بيناتهم بجوج. كنا محبين الكره، تلعبوا بيناتنا اونصومبل، مدربين ما كانش هاد القرايه ديال الرياضه، كيفاش تلعب، كيفاش يلعب البيفو، كيفاش يلعب الوسط.